Cara Israel korek informasi dari Gaza. كيفك حبيبي؟ الحمد لله. يوسف كيف صحتك؟ الحمد لله. في كنت انا بمستشفى الشفاء، كان في 50,000 نازح. كنت انا يعني داخل المستشفى وبعض الدكاتره غاد، فالدكاتره كانوا يعني منزعجين من قصه انه في تبعون حماس وتبعون التنظيمات داخل المستشفى والجهاد. اكثر واحد شفتهم؟ انا شفت حوالي قرابة القرار شفت كثير يعني بعدوا 80 90% بيصلوا 100. لمين؟ للمخربين. مخربين لحماس؟ حماس وجهاد. في مستشفى؟ في مستشفى شفا. شو القدس؟ شفا. اها. بيلبسوا طقم تمريض وهذول مش ممرضين ولا دكاترة. يعني هذول حماس؟ حماس لابسين طقم طب عشان يدار حرب في قلب الاقسام، خصوصا في قسم الطوارئ. انت شو اسمك الرباعي؟ اسمي حمودة رياض اسعد شمال لخ. كيف الصحة؟ الحمد لله رب. انت وين ساكن؟ انا ساكن في غزة الشيخ عجلين، بالقرب من مسجد الشيخ عجلين. قول اسمك الرباعي كمان مرة وين بتشتغل وين ساكن؟ اسمي حمودة رياض اسعد شمال لخ، بشتغل مهندس تطبيقات انترنت في وزارة الصحة في غزة. متجوز؟ متجوز وعندي 3 بنات. معلش اسألك سؤال؟ تفضل. انت حكيت انه في مبنى الصحراء الاحمر للهلال الاحمر، هو اللي نزحنا له، اللي احنا احتمينا فيه بحيث انه يعني مكان امن ومش حينضرب. يعني انت كنت في هذا المكان؟ انا كنت فيه مدة 3 اسابيع ويومين. الهلال لجمعية الهلال الاحمر فلسطينيان ريد كريسنت. المبنى اللي في النص هو الاكثر عدد نازحين لانه 10 طوابق وفي متسع اكبر. كم واحد كان فيه؟ في الثلاث مباني تقريبا 40,000، الاكثر يعني قول يمكن نص العدد في المبنى في النص. في خلال تواجدهم في المكان استمر نشاطهم. كان نشاطهم هو ايش؟ انه الذخيره اللي انا شفته كان مثلا فرشات، الفرشه، عارف ايش فرشه يعني؟ الفرشه يلفوا فيها الفرشة، يكون جواتها قاذف اللي هو روكت أو قذائف أو كليشينات. هذا اللي أنا شفته. كم مرة هاي؟ كتير 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 يعني يوميا لازم تشوف هذا المشهد. ما حدش بيقدر يعني يحاسبهم، يعني مين بدي يحاسبهم مثلا؟ لك توقف ابن عنصر حماس ايش بتقول له؟ ما ممكن يقتله. ليش اختاروا هذا المكان حسب رأيك؟ لأنه العدد عامل، العدد البشر اللي هناك عامل حماية للمكان. حماية للمكان؟ ماخذين يعني ممكن الناس درع بشري لهذا العتاد، لأنه الجيش مش هيضرب 40,000، يضرب مبنى فيه 40,000 كامل بالمواطنين. يعني بدك تحارب في أماكن القتال، ما تجيش تخبي عتادك في أماكن فيها نازحين، خاصة إنه المكان أساسا يعني مكان حساس. نتكلم عن مكان فيه عدد كبير ضخم، يعني لو قذيفة واحدة انفجرت بالغلط ممكن تقتل لها 50 واحد، مش عارف ايش عارش كيف قذائفهم. وتكلم عن مكان هو والشفا هم المكانين الوحيدين اللي قادرين يختبئوا فيه. لا مين يختبئوا فيه؟ عناصر حماس والجهاد. فكان الامر يعني خطير جدا. حسيت الخوف. الخوف لانه الموضوع كان مرعب. يعني انا رايح على مكان يوفر لي امان، انت جايب لي الخطر لعندي في المكان الامن. الهلال الاحمر. الهلال الاحمر. عندي عدة اسئلة بدي اسالك في موضوع المستشفيات. بلش انت اسمك وشو بتعرف عن هذا الموضوع؟ عبد الرحمن علاء ابراهيم صنور. السلام عليكم يا عبد الرحمن. انا دخلت يعني مستوصف يعتبر اللي هو سويد المعسكر للانروا. دخلت الرنتيسي. هاي التنين يعني دخلته. كنت فترة في المستشفى؟ قعدت 5 ايام. 5 ايام باي مستشفى؟ الرنتيسي. في غزة؟ صحيح. نصر. لما رحت على مستشفى الرنتيسي تمام،
وجدت كتاب نسام محتمين في المستشفى 100 نفر عاملين نظام قيم تحويطات، كل مجموعة لحال 4 أو 5 نفر، كل مجموعة لحال قاعدين حوالين المستشفى. وليش استعملوا المستشفى؟ يعني شو عملوا بالأيام وبالليالي؟ تنفيذ هجمات. بالنسبة للمستشفى المعسكر كان موجود 7 أنفار تابعين لحماس. شوفهم؟ صحيح، مدني بلباس مدني. وكيف عرفت إنهم القسام؟ بالتأكيد؟ أكيد. كيف عرفت؟ كان معهم دبسات، وفي شو اسمه الشاب يعني كان مروح من اللي عرفته. يعني بدك تقول لي بقلب المستشفى شوفت شباب من بروحوا جوا المستشفى يعني بروحوا يعني نايمين ولا شو بيعملوا؟ هو كان نايم يعني جاي يرجع المستشفى جايين ورايحين. ليش بيروحوا بيجيبوا بيجوا حصريات؟ منطقة آمنة بتقدر تطلع تنزل منها بدون حدا يشوف لفعالياتهم يعني؟ طبعا يعني ما حد بشك يعني انه هذا انه طالع احسن من البيت منه. يعني بيستعملوا المستشفى لايش هذول تبعهم كمان؟ شو اسمه الانطلاق تحضير يعني ابعاث المجموعه. ابعاث المجموعه بيستعملوا المستشفى لابعاث المجموعه لشغل وبعدين بيروحوا. صحيح. بالنسبه للرنتيسي كان شيء كبير. احكي بالشيء الكبير هذا اللي بدي اياه. الاشي مكبر بشكل يعني عن جد صراحة بخوف يعني. انا قعدت 5 أيام هناك يعني بخوف. Bebaskan Sandra tanpa syarat sekarang juga. Salam damai dari Fakta Israel.